بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اللي هو النفايات موضوع السوليد ووست، وهنتكلم النهارده على هاو تو مانج ذا هازارديس سوليد ووست، اللي هي عمليه المانجمنج هازارديس ووست، عمليه اداره النفايات الخطره. بلوشنز بريفنتيشنز باي pollution prevention by reduce amount of pollutions at the source. احنا ازاي بنمنع او بنقلل البلوشنز؟ اول حاجة بنعمل تقليل لمصادر التلوث نفسها. recycle wastes whenever possible، ان احنا اعادة تدوير والاستفادة من النفايات كلما امكن ذلك. treat waste to reduce hazard and or volume، ان انا بقدر اعالج النفايات لتقليل مخاطرها او تقليل حجمها. وبعد كده dispose waste on land or incinerate them as last resource، ان انا بعمل ازاحه للنفايات وبحطها في اللي هي اللاند في المقالب بتاعتها، او اعمل لها عمليه الحرق بتاعتها عشان نقدر نقلل او ندير هذه النفايات. اول حاجه ووست مانجمنت ميثود، طرق اللي عندنا هي حاجه مشهوره جدا، ريفيوز وريوز وريسايكل وريديوس. ثلاث كلمات او اربع كلمات بساط جدا. اول حاجه ريفيوز تو بوي نيو ايتيمز ثرو يو مي ثينك زي ار بريتر ذان وانز يو ار ريدي هاف، انك انت ترفض عمليه شراء ايتيمز مكونات موجودة عندك بتعتقد انها تكون افضل من اللي عندك. لا، انت يفضل ما تشتريش عشان تقلل النفايات اللي هتنتج منك. الحاجة التانية reuse، don't throw away soft drink cans مثلا على سبيل المثال or bottles، cover them with homemade paper or paint on them and use them. يعني بيقول احنا ما نرميش اللي هي الكنز اللي بنشربها او الزجاجات اللي بنشربها، انا ممكن اعيد استخدامها بان احولها الى بعض الحاجات المنزليه، الفها بيبر، اعمل لها دهان، وات ايفر. الحاجه الثالثه والمهمه بالنسبه لنا اللي هي ريسايكل، يوز شوبينج باجز تو يوز اوفر اند اوفر اجين، ان احنا هنعمل عمليه تدوير لهذه المكونات او العناصر الموجوده في الوسط للاستفاده منها. reduce the generation of unnecessary waste، ان احنا نقلل انتاج النفايات الغير ضروريه، وده مرتبط بان انا ما اشتريش وان انا ما اعملش الكلام ده كله اللي قلناه في الاول. minimizing the adverse effect of solid waste، عمليه تقليل الاثار السلبيه للسوليد ووست. احنا بنعمل ايه؟ اول حاجه الستيبس collection of solid waste، ان احنا بنبدا نعمل عمليه تجميع السوليد ووست. والتجميع ده بيتم بعده طرق، يا اما عن طريق البلديات او عن طريق شركات النظافه، او عن طريق ان انا احدد لكل ووست نوع ملون من اكياس اللي بحط فيها لون، مثلا احط الاحمر لكذا، الاصفر لكذا، الاخضر لكذا، بحيث يبقى سهل التجميع بتاعنا. وبعدين disposal of solid waste، عملية ان انا ازيل هذه solid waste، العملية التانية. بعد كده utilizations of solid waste، استخدام هذه النفايات، يبقى تجميع وازالة ونشيل وبعدين عملية استخدام. دول الثلاث خطوات الاساسية علشان انا اقدر اقلل التأثير السلبي لوجود النفايات. اول حاجه collection of solid waste، الكوليكشن اللي بنعمل عمليه تجميع gathering waste transporting it to centralized location and the moving it to the site of disposal. يبقى عمليه الكوليكشن عمليه تجميع بتنقسم الى نوعين، ان انا بقسم النفايات اللي عندي الى نفايات صلبه hazardous ونفايات غير صلبه non hazardous material. يبقى اجي امسك المواد بتاعتي وأقسم، أقول المواد دي خطرة والمواد دي غير خطرة، وبعد كده عشان أجهزها للنقل
لعملية إجراء باقي الإجراءات عليها. الديسبيسال اوف سوليد ووست. سوليد ووست ار بروسيد تو ريكفر ذا يوزابل ريسورس اند تو امبروف ذا افشنسي اوف سوليد ووست ديسبيسال سيستم. المين بروسيسنج اوف ذا ديسبيسال سوليد ووست، العملية الرئيسية في عملية إزالة النفايات، أول حاجة كومباكتنج، إن أنا بضغطها كلها عشان الحجم بتاعها يقل، وبعد كده انسريشنز الحرق، وبعد كده سيبريشن الفصل. This special method has selected keeping the following objective. Should be economically valuable، لازم انها تكون اقتصادية الطريقة اللي استخدمها. Should not create health hazards، ما تأثرش أي مخاطر سلبية على الصحة. Should not cause adverse environmental effect، ما تأثرش أي تأثيرات سلبية على البيئة. Should not result unpleasant slight odors and noise، ما تسببش أي إحساس غير مبهج أو روائح أو ضوضاء. يبقى دي أمور أنا براعيها أو شروط أنا براعيها في الطرق اللي أنا هستخدمها أو أهداف يجب إن أنا أحققها. وعشان كده أنت شوف مثال جدا، لو في جنب منك مثلا مقلب قمامة، بعد يوم ويومين شوف الروائح اللي بتطلع منه عاملة إزاي. فإحنا بنراعي هذا الكلام إنه ما يكونش عندي يديني أي روائح لأي طريقة أستخدمها من الاستخدامات اللي بنتكلم عليها في طرق الديسبسال أوف سوليد ووست. الحاجة التالتة عندنا utilizations of solid waste، استخدامها. بنقول the solid waste can properly utilized to gather the benefits such as، ان انا اقدر استفيد على بعض المزايا وبعض الفوائد من هذه النفايات. conservations of natural resource، هي عملية تحويلها من المصادر الطبيعية. Economic development، تؤدي إلى تطوير المجتمع. Generate many useful products، إن أنا ممكن أحول هذه المنتجات إلى كثير من هذه النفايات، أحولها كثير من المنتجات. ويمكن إحنا عمليات الفصل بتتم إن أنا بقسم كل نوع، باخد مثلا البلاستيكات لوحدها، باخد الزجاج لوحده، باخد المعادن لوحدها، باخد كل حاجة من دول وأحولها إلى منتجات أقدر أستفيد بيها. وزي ما هنشوف ان شاء الله هنتكلم على عمليه ريسايكلينج. فور اكزامبل، انت مثلا بتاخد تجمع الحديد اللي موجود عندنا في النفايات، بتوديه لشركات الحديد اللي بتنتج، ها، وبالتالي بتساهم بدل ما اعتمد كله على الماده الخام، بعتمد كله على جزء من الماده الخام وجزء من اللي هي النفايات اللي موجوده عندنا الحديديه الصلبه اللي موجوده عندنا. كذلك يبقى اذا هنا لو البلاستيكات بتتاخد وبتتغسل وبتتفرم وبتتباع بالطن، وممكن تصدر من الدول بتاعتنا لدول زي الصين والكلام ده، يعيدوا منتجاتها او يعيدوا منتجات باسعار اضعاف عشرات المرات باللي خدوه. يمكن كان من حوالي تقييمات من حوالي 5 6 سنين انه الطن البلاستيك بيطلع من المنطقه العربيه في حدود، بعد ما بتاخده وتغسله وتفرمه، بيطلع في حدود 400 دولار، يروح للصين، الصين ترجعه لنا منتجات في حدود ما يقرب من 13,000 دولار. فطبعا فرصة كبيرة جدا انها تقدر تجيب فرص اقتصادية تنمي الاقتصاد، ولذلك الامبلويمنت اوبورتونيتيز بيؤدي الى توفير فرص وظائف عمل للشباب الموجودين في اي دولة، وبرضه بيقلل الكنترول اير بوليوشن. ان شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل موضوع السوليد ووست او النفايات الصلبة. نشوفكم المحاضرة القادمة على خير إن شاء الله.